سلطة الجمبري بالأفوكادو هنحتاج ذرة حلوة مسلوقة، أفوكادو متقطع مكعبات وعصرين عليه ليمون عشان ما يسودش، جمبري وسط متقشر ومتنظف، كينوا ملونة اللي هي لونين على بعض الأبيض والبني أو بني بس أو أبيض بس، دي بني بس الصراحة مش ملونة ولا حاجة بس ماشي الحال، مسلوقة، الدريسنج زيت زيتون وتوم وملح وفلفل وكمون وبابريكا. اوكي هنعمل ايه؟ سخنت الووك كويس قوي، هاخد فيها معلقه الزيت وهيبقى معايا معلقه زيت تانيه للدريسنج. هنزل في الووك هنا الجمبري، بسم الله، هنزل معاه فص ثوم مفروم، ملح، فلفل اسود، هنزل معاهم بابريكا وكمون. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ بنسوي الجمبري، نقلب. طبعا الجمبري ما بياخدش دقايق وبيكون استوى في الوقت ده، هكون بعمل الدريسنج بتاع السلطه. كمون، بابريكا، فلفل اسود، ملح، ثوم مفروم، معلقه من الزيت، هقلبهم مع بعض كويس قوي وهجيب لهم عصرة ليمون، يعني عصير نص ليمونة تقريبا اهي، عصير نص ليمونة كده او معلقة صغيرة من عصير الليمون، وهقلبهم مع بعض. اول حاجة بتنزل الكنوة وبتكون دافية عشان تشرب التتبيلة اهو، اضيف عليها الطماطم، دي طماطم شاري متقطعه انصاص، ممكن تبقى طماطم عاديه متقطعه مكعبات، الذره الحلوه المسلوقه دي بتكون علب صفيح في السوبر ماركت او اكياس مجمده في السوبر ماركت في الفريزرات، افوكادو متقطع مكعبات وواخد عصره ليمون علشان خاطر ما يسودش، هحط قد نص حزمة جرجير كده جوه، وهحط شوية في الطبق كده ايه من تحت بما انه موجود. يعني نبص بقى على الجمبري هنا، الجمبري وهو مش مستوي بيبقى وحش قوي، فخسارة حرام، لا مننا نزيد تسويته قوي ولا مننا نسويه اقل، وبرضو افرد عشان كل جمبرياية تاخد نصيبها من الحرارة. هأغرف السلطة عشان بعد كده هوزع على وشها الجمبري، فهحط هنا وهحط الجرجير تحت، مكونات السلطة، ونجيب الجمبري ونبتدي بقى نرصه على وش السلطة. استوى، ريحته حلوة جدا جدا، اخد تسوية مظبوطة، لا هي مبالغ فيها قوي ولا هي قليلة اهو. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.